أخبار هامة وعاجلة للشعب العراقي وردتنا الآن. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق، قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. قفزة للراتب الإسمي ومخصصات عالية، تفاصيل أكثر عن مقترح سلم الرواتب الجديد. مع ارتفاع أعداد الموظفين إلى نحو 3.5 مليون في البلاد، يلقى مقترح مجلس الوزراء لتشريع سلم رواتب جديد تفاعلا واسعا، على أمل تحقيق عدالة أكبر وتقليص الفوارق بين الموظفين. الأشهر القليلة الماضية كانت قد شهدت موافقة وزارة المالية على توظيف 360 ألف شخص من خريجين ومحاضرين وإداريين وفق اللجنة المالية، لتشكل الرواتب 30% من مجمل المصروفات التشغيلية المحددة في قانون الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء، 425 ألف دينار حدا أدنى. معين الكاظمي عضو اللجنة المالية يقول إن سلم الرواتب الجديد هو مقترح تعمل عليه لجنة مكلفة من أمانة مجلس الوزراء، وتضم أعضاء ممثلين عن وزارة المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية ومجلس الخدمة الاتحادية. اللجنة أنجزت بحسب الكاظمي جدول مقترح لتعديل سلم الرواتب من شأنه إنصاف الدرجات الدنيا من الدرجة العاشرة إلى الخامسة بشكل أفضل من السابق، مبينا أن تعديل سلم الرواتب لم ينجز بشكل نهائي ويحتاج إلى مصادقة من مجلس الوزراء ليأخذ طريقه إلى البرلمان. ويؤكد الكاظمي أن الهدف من تعديل سلم الرواتب هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الفرق الشاسع في الرواتب بين موظفي الدولة، مع الأخذ بنظر الاعتبار الخطورة والتخصص. مخصصات بنسبة 50%، ينص السلم الجديد الذي تقترحه اللجنة الحكومية على تعديل الراتب الإسمي لموظفي الدرجة العاشرة من 170 إلى 425 ألف دينار، كما يشير عضو اللجنة المالية، وفق معادلة موحدة لتغيير مجمل رواتب الموظفين. الجدول يضمن رواتب بحدود 480 إلى 530 ألف دينار لموظفي الدرجتين التاسعة والثامنة. الكاظمي بيّن أيضا أن السلم الجديد يشمل إلغاء الامتيازات المقررة سابقا وإقرارها من جديد، بحيث يكون للوزير صلاحية منح مخصصات 30% من الراتب الإسمي تضاف على الراتب، ولمجلس الوزراء صلاحية إضافة 50% إلى الراتب. وسبق أن أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن رواتب الدرجات الدنيا ستزداد وفقا للسلم الجديد بنسبة 150%، فيما أشارت إلى أن القانون الجديد سيمنح مخصصات 50% لجميع الموظفين، 50 تريليون دينار لهذه السنة. بدوره يوضح المختص في الشأن الاقتصادي منار العبيدي أن السلم الجديد يشمل تعديلات على الرواتب الدنيا ورفعها وإلغاء بعض المخصصات التي كانت موجودة. ويقول العبيدي أن الهدف من التعديل هو إيجاد توازن في ملف رواتب في القطاع العام، ما سيسبب ارتفاع في فاتورة الرواتب خاصة مع حملة التعيينات الجديدة التي تضمنتها الموازنة. ويضيف العبيدي أن نسبة الرواتب تقريبا ستشكل 30% من مجمل المصروفات التشغيلية البالغة قيمتها 150 تريليون دينار، أي أن مجمل الرواتب خلال السنة ستبلغ 50 تريليون في حال أقرت الموازنة بشكلها الحالية. التجارة تعد المواطنين ب 12 حصة غذائية هذا العام. أعلنت وزارة التجارة أنها ستوزع 12 حصة من السلة الغذائية خلال العام الجاري 2023. وقال معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في الوزارة جاسم محمد العامري إن مجلس الوزراء وافق على تجهيز العائلات لحصة رمضان، والتي تحتوي على نصف كيلو نشا وخمسة كيلو طحين صفر وطبقة بيض وكيلو شعرية، وهذا التنوع يخص العائلة العراقية. وأضاف أن السلة الغذائية تحتوي على السكر والزيت والمعجون والرز والبقوليات عدس وحمص، ومن الممكن زيادة هذه المواد فيما تتضمن حصة الرعاية الاجتماعية الحليب والشاي والطحين الصفر بالإضافة إلى السكر والزيت. وعن عدد الحصص التي ستوزع أوضح أن حصة الرعاية الاجتماعية ستكون 12 وما لا يقل على 10 حصص للسلة الغذائية. وأكد أن الوزارة اتخذت إجراءات عديدة للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأثرها على المواطنة، منها السلة الغذائية وحصة الرعاية الاجتماعية، فضلا عن إطلاق حصة خاصة بشهر رمضان. وأشار إلى أهمية دعم القطاع الخاص من قبل الدولة، ولا يمكن لهذا القطاع أن ينشط من دون تقديم الدعم له،
منوها أن إجراءات الوزارة ساهمت في تخفيف العبء عن المواطنين وعززت الثقة بالحكومة. وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه في 7 آذار الجاري وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك على مقترح وزارة التجارة بشأن إضافة المواد 0.5 كيلو نشا و1 كيلوغرام من الشعرية و5 كيلوغرام طحين صفرة وطبقة من بيض المائدة إلى السلة الخاصة بشهر رمضان لكل عائلة بالاعتماد على التخصيصات المالية لسنة 2023. ما هي المدة التي تتطلبها تعديلات الموازنة وتمريرها في البرلمان المالية النيابية؟ تجيب: رجحت اللجنة المالية البرلمانية وصول مسودة مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل. وقال عضو اللجنة مصطفى القرعاوي إنه حتى الساعة لم تصل مسودة مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مرجحا وصول مسودة القانون بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى. وأوضح القرعاوي أن البرلمان يحتاج لوقت طويل من أجل مناقشة فقرات الموازنة، مشيرا إلى أن اللجان البرلمانية المختصة لها صلاحيات في إجراء بعض التعديلات على فقرات القانون، ولهذا فإن تمريرها بعد وصولها للبرلمان يتطلب أكثر من شهر. ووافق مجلس الوزراء الاثنين الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025 وأحاله إلى مجلس النواب وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، فيما تبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 197 تريليون و828 مليار دينار، أي 152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي، وتشمل استثمارات بقيمة 47 تريليون و555 مليار دينار. بمناسبة شهر رمضان، السياحة تصدر 5 تعليمات للمطاعم ومحال الكحول. تعليمات شهر رمضان المبارك إلى أصحاب المرافق السياحية في بغداد والمحافظات كافة. أصحاب مكاتب ومخازن بيع المشروبات الكحولية في بغداد والمحافظات كافة، تحية طيبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة، راجين تنفيذ التعليمات الخاصة لهذا الشهر الفضيلة وكما مبين أدناه. أولاً، يمنع الإفطار العلني. ثانياً، تغلق كافة مكاتب ومخازن بيع المشروبات الكحولية. ثالثاً، يمنع إقامة الحفلات والنشاطات الفنية التي لا تنسجم مع قدسية هذا الشهر الكريم. رابعاً، تغلق المطاعم وأماكن بيع الأطعمة مع شروق الشمس وحتى الغروب باستثناء المرافق السياحية المدرجة أدناه على أن تكون مستورة بالأغطية على الأبواب وعلى وفق ما هو معروف. أولاً، المطاعم السياحية على الطرق الخارجية. ثانياً، المطاعم من الدرجة الممتازة والأولى داخل المدن. خامساً، تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القانون. مؤيد هيثم رسن، مدير عام دائرة التفتيش والمتابعة.